يعني نتوجه إلى الأستاذ محمد لنعرف منه أيضا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه عمل البرلمان الجديد إذا في تونس، يعني ما هي أهم التحديات إذا؟ تحياتي لك سيدتي، وتحياتي لمشاهدي قناة القاهرة، وتحياتي لأخي سفيان رجب. أول اعتقادي وأنه أول شيء لابد أنه يعمل عليه البرلمان الجديد هو إعادة الثقة في المؤسسة البرلمانية بعد حوالي 23 شهر يعني من الانقطاع. اثنين، كذلك إعادة الثقة إلى كافة المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين، لأنه المرحلة الانتقالية التي مرت بها تونس منذ وتمر بها تونس منذ 2011 نقدر أن نقول أنه اتسمت بنوع من عدم اليقين بالضبابية، وهذا ما أثر على النمو في تونس، وخلى المعدل في على مدى 10 و11 سنة لم يتجاوز 0.6%. وكما تعلمون فإن الاستثمار هو أحد المحركات الرئيسية للنمو. وصحيح وأن تونس في سنتي 2021 و2022 حققت نسب نمو يعني إيجابية، 4.3 في 2021. نعم، ولكن ما زال أمامها الكثير تونس أيضا. بالطبع. أستاذ محمد، يعني ما هي التحديات إذن؟ التحديات القادمة بطبيعة الحال إلى جانب إعادة الثقة لابد كذلك من العمل على وضع مجلة استثمار جديدة. نعم، وفتح مجال الاستثمار، يعني هل ترى أن فتح مجال الاستثمار مهمة أيضا في تونس في هذه المرحلة، وأيضا تعديل بعض القوانين الاقتصادية التي تسهل من هذا الأمر وتتيح الفرصة للمستثمرين سواء من داخل أو من خارج تونس؟ نعم بالضبط، وكما قلت سابقا الاستثمار هو المحرك الرئيسي، والاستثمار في الفترة الفارطة تأثر تأثرا كبيرا، سواء كان ذلك في شكل استثمار داخلي أو استثمار خارجي. ثم كذلك لابد من العمل، لأنه مشكل تونس الأساسي توا في السنة هذه 2023 هو مشكل إيجاد التمويلات الضرورية. صحيح، وهذا هو بالفعل قد يكون التحدي الأكبر أستاذ محمد. أشكرك شكرا جزيلا.